مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الكويتي فاز بالجائزة الدولية أوسكار المتاحف لعام 2021 عن فئة أفضل وجهة ثقافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم، وأعلنت المؤسستان المانحتان الوجهات الثقافية الرائدة ووكالة فيست برلين السياحية خلال حفل توزيع الجائزة، أعلن أن منح أوسكار المتاحف المركز الثقافي الكويتي يأتي في إطار التأكيد على بروز المركز باعتباره منارة ثقافية ومنبرا للابتكار والتجارب الفريدة ووجهة رائدة تستقطب المجتمعات المحلية والسياح الأجانب. أعلنت الوجهات الثقافية الرائدة LCD في برلين عام 2021 ترشيح مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي في الكويت لجائزة أوسكار المتاحف عن فئة أفضل وجهة ثقافية جديدة للعام 2021. غير أن المفاجأة جاءت مع إعلان برلين اليوم لمركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي كفائز بجائزة أوسكار المتاحف للعامين 2021 و 2022، اعترافا بأهمية الوجهات الثقافية الجديدة في تغيير مفهوم الوجهات السياحية والتأثير على تطورها في المستقبل. احنا فخورين جدا لحصول دولة الكويت على هذه الجائزة، جائزة أوسكار المتاحف، جائزة عالمية قيمة جدا لأول مرة في برلين، فهذا يعني يعتبر إنجاز كويتي عالمي، واليوم فعلا راح نحصل على هذه الجائزة الذي راح نهديها للشعب الكويتي ولدولة الكويت متمثلين في الديوان الأميري. من منظور عالمي يقدم الفائزون بجوائز LCD فرصا جديدة ومثيرة لاستكشاف علاقتنا بالأماكن العامة والتقاليد والهوية والإنسانية. ويبرز مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي بين الفائزين كعلامة فارقة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. المركز اليوم مساحته أكثر من 120 ألف كيلومتر مربع، في 3000 معروضة، تعاون عليه أكثر من 13 بلد وتم إنجازه في فترة قياسية وهي 16 شهر. تعد هذه الجائزة ثمرة الشراكة بين شبكة الوجهات الثقافية الرائدة LCD ووكالة فيزيت برلين السياحية العالمية، والتي واكبت التغييرات الجذرية التي شهدها العالم مع جائحة كوفيد-19، ورغم ذلك صممت على المتابعة.